السلام عليكم، الله يعطيكم ألف عافية. اليوم حنتعلم مهارة جديدة في المايكروسوفت وورد، وهي قراءة النصوص المطبوعة أو المكتوبة زي النص اللي قدامنا الآن. فينا إحنا نفعل خاصية جميلة جدا اللي هي الساوند أو السبيك، حتى تقرأ لنا النص اللي موجود أمامنا. بكل بساطة كل اللي عليه أجي أعمله راح أجيب المؤشر على هاي الإشارة اللي هي عبارة عن Customize Quick Access Toolbar، طريقة مختصرة حتى تفوت على اللي هو التول بار اللي بيحتوي على أدوات والتولز. لما أكبس عليها راح أنزل من هاي القائمة على إيش اسمه More Commands. تمام، أنا الآن طلعت لي هاي النافذة. هاي النافذة باجي بختار هون عندي من Choose Commands From، راح أجي أختار All Commands، أجيب اللايبراري والباكيج كامل. بعديها أنزل على إيش اسمه Speak. شايفين هاي عندي التول أو الأداة اسمها Speak، راح اعمل لها اد. لاحظوا عملت لها اد جنب مين؟ اوتو سيف، سيف، اندو، وريدو اللي بيكونوا هون. فبمجرد ما اجي اعمل اوكي انضاف شيء عندي هون اسمه speak selected text. طيب انا بدي اقرا هذا السطر يا جماعه، راح اضلل عليه لعند الدوت ونشوف. الان نكبس من هون، شايفين يا جماعة احنا بكل بساطة ضفنا فيتشر جديدة وتول جديدة اللي هي تقرأ النص المطبوع او المكتوب بالصوت. ان شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا منها وتعلمتوا اشي جديد. شاكر لكم وممتن. لا تنسوا تدعموا القناة عن طريق الاشتراك والضغط على زر سبسكرايب وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. تحياتي لكم.